السلام عليكم، أزيكم. النهاردة هنتكلم في اختيار الألوان في الديكور. هنعمل كذا فيديو في الموضوع ده لأنه كبير وفي كذا اتجاه وكذا طريقة ممكن ننسق بيهم الألوان في البيت. وأول حاجة هنتكلم عنها هي استخدام الألوان المحايدة اللي هي أهم الألوان في الديكور واللي لا غنى عنها في تصميم ديكور أي حيز. وهم البني والأسود والأبيض والرمادي واللي ممكن نختصرهم في البلد بتاعت الديكور لدرجات البيج من أول البني الغامق لحد البيج الفاتح. ودرجات الرمادي من أول الرمادي الغامق لحد الأبيض والأوف وايت استخدام الألوان دي مع بعض لوحدهم بيدي شياكة وهدوء في المكان في ناس بتحب إن هي تستخدمهم من غير أي إضافات خالص في ناس بتحب تطعمهم شوية أو تدي روح أكتر للمكان عشان ما يبقاش فيه ملل ممكن إن احنا ندخل باترن زي الخشب كده بمساحات واسعة وهو لونه برضو لون محايد ندخل بعض قطع الاساس تكون بالخشب اللي هو الغامق اللون البني الغامق ممكن كمان ندخل لون غامق زي اللون الاسود او الجري الغامق في بعض الايتمز عندنا الكوشنز البراويز الفريمات الكرسي او ترابيزه ممكن بعض النقوش والالوان البسيطه يعني في كذا اتجاه ان احنا نطعم بيهم الالوان المحايده في كمان اتجاه تاني ان هو احنا بنضيف لون زي مثلا اللون البينك ده لون من الوان الباستيل الفاتحة البيبي بلو ده ممكن لو عايزين لون فاقع اكتر هنا استخدم مثلا الاصفر الماسترد ده مع درجات الجري والاوف وايت بنطقها شوية هنا استخدم الاورنج طب لو حابين نستخدم لونين ويكونوا متناسقين مع بعض بنستخدم ساعتها دايرة الألوان بنشوف لون سخن قدامه لون بارد يعني بنختار لونين قصاد بعض يعني مثلا الأورنج قصاده الأزرق فلما استخدمنا الأورنج والأزرق مع بعض نطقوا بعض وبقى في بينهم تناسق كبير وبعد الأيتمز الصغيرة مع البيز اللي هو أصلا ألوان محايدة طيب نختار لونين تانيين برضو قصاد بعض الموف والاصفر لما استخدمنا الموف مع الاصفر بقى في بينهم تناسق كبير ونطقوا الالوان اللي معاهم بنستخدمهم بقى في الكوشنز او في بعض الاكسسوارات الاحمر مثلا قصاده الاخضر برضو في بينهم تناسق كبير في بقى الاتجاه الاخير وهو ان احنا ندخل الوان كتير قوي فاقعة في بعض برضو الايتمز عندنا بس يكون البيز بتاعهم الوان محايدة يكون البيز الحوايط والارضيات ومساحات كبيرة من الاساس تكون بالوان محايدة ونعمل الكوشنز والبراويز والاكسسوارات بتكون بالوان فاقعة وكتير الفوشيا مع الاحمر مع مع اللبني مع الموف مع الاصفر بيدي جو مبهك في المكان للي حابب الستايل ده دي معظم اساليب تنسيق الالوان المحايده في الديكور لو عجبكم الفيديو اعملوا سبسكرايب للقناه علشان يوصلكوا الفيديوهات الجايه ان شاء الله